شهدت عددا من المحافظات الإيرانية موجة احتجاجات للمعلمين عام 29 محافظة بسبب تردي أوضاعهم المعيشية والتمييز والمحسوبية، كما قامت قوات النظام بتفريق تلك المظاهرات واعتقال قرابة 200 معلم. منذ القدم تنظر المجتمعات للمعلم نظرة تقدير وتبجيل، وأنه صاحب رسالة مقدسة وشريفة، فهو معلم الأجيال ومربيها، كما أن التعليم مهنة أساسية وركيزة هامة في تقدم الأمم وسيادتها. إيران تشهد محافظاتها احتجاجات للمعلمين عام 29 محافظة بسبب تردي أوضاعهم المعيشية والتمييز والمحسوبية، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم من السجون والذين تم اعتقالهم. منظمات حقوقية أكدت أن قوات الأمن في طهران قامت باعتقال حوالي 200 معلم تجمعوا أمام مبنى البرلمان بعد تعرضهم للضرب والتعذيب، حيث أكد عضو البرلمان والمستشار في شؤون وزارة التعليم والتربية القانونية ناصري زنجاني اعترف بوجود 1000 معلم مفقود بعد مداهمات شنتها قوات الأمن ليتم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة في العاصمة الإيرانية طهران. بينما يسود التوتر والاضطراب مئات المدن الإيرانية لأسباب مختلفة تتعلق في خطها العام بالسياسات الداخلية والخارجية الخاطئة لنظام الإيراني طوال أكثر من 3 عقود، وكذلك بنهج القمع والاضطهاد المفرط الذي تتخذه السلطات الإيرانية دائما حيال الشعوب المضطهدة في إيران. وينضم معنا من لندن المختص في الشؤون الإيرانية والمحلل السياسي الأستاذ حامد الكناني. بداية أستاذ حامد، أهلا بك. التعليم ينتفض في إيران بسبب تردي الأوضاع ويرد النظام بالاعتقالات، التعليق. أهلا. مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة الإخبارية. نعم، التعليم ودائرة التعليم هي دائما المتقدمة في الدفاع عن حق الناس. في العهد السابق موظفي وزارة التعليم والتربية هم الذين كانوا ينظمون المظاهرات والاحتجاجات ضد النظام السابق، وفي هذا النظام تعرضوا لمظلمة دون غيرهم، حيث الرواتب بقيت رواتبهم على حتى أنزل من الحد الأدنى، وفي لافتات رفعوها المعلمين في طهران وفي أكثر من 29 محافظة إيرانية كانوا يشتكون التمييز وأيضا المحسوبية، وأيضا يقولون على أن رواتبهم 3 مرات أنزل من الحد الأدنى، أي خط الفقر الذي حددته الحكومة الإيرانية، وهو 3 مليون، بينما المتوسط الراتب المعلم في إيران 1 مليون فقط خاصة. وأيضا هناك مشكلة أخرى، وهؤلاء المعلمون يختلفون عن باقي موظفي الدولة الذين يتمكنون يأخذون رشاوي ويبتزون المراجعين، لكن المعلم عندما تكون 60% من طلابه هم من بيوت فقيرة ويعانون أهلهم الفقر، بالتالي تكون لديهم مشكلة أخرى، وهذا العامل هو الأساس الذي دفع المعلمين للاحتجاج والاعتراض في أكثر من 29 محافظة إيرانية. لكن سيد حامد، خروج مظاهرات في عدة دول لمطالبة النظام الإيراني بالإفراج عن المعلمين المعتقلين، توقعاتكم لردة فعل المنظمات الدولية على ذلك؟ طبعا هذه المرة اختلفت عن سابقتها. في عهد أحمد النجاد، أي قبل 9 سنوات تحديدا، قمعت حركة المعلمين، والحكومة أحمد النجاد التفت عليهم وبدلت مطالبهم من مطالب جماعية إلى مطالب فردية، ومن ثم قمعتهم واعتقلت الكثير منعتهم وأودعتهم السجون. هذه المرة وسائل الإعلام ساعدت الحركة بشكل كامل، لكن سلوك الحكومة، أي حكومة الرئيس حسن روحاني، لم تختلف عن سابقتها، بالرغم من هذا الرجل رفع شعار الإصلاح، لكن أيضا يحاول أن يتخذ أو يسلك نفس الطريق الذي سلكه أحمد النجاد، وبالتالي الحركة لديه. ماذا تقصد بوسائل الإعلام ساعدت الحركة على ذلك؟
هناك بعض المتسع من وسائل التواصل الاجتماعي مثل بعض الانستغرام والفيسبوك وغيره من هذه الوسائل ساعدت لشمولية الحركة، حيث الحركة عمت تقريبا يعني لم تتدخل إلا محافظتين فقط، والباقي كل المحافظات الإيرانية انتفضت. أيضا لا ننسى أن الصوت بسرعة والصور والفيديوهات بسرعة وصلت إلى الخارج، والآن حركة المعلمين يعدون إلى 5 أكتوبر حيث اليوم العالمي للمعلم، وسوف ينزلون للشارع مرة أخرى وستكون الحركة أوسع وأشد. ما حد لم تتحدث عن فعل عن ردة فعل المنظمات الدولية. طبعا المنظمات الدولية، هناك منظمات دولية أهلية تعاطفت وأيضا تكاتفت مع المعلمين ومع مطالبهم، وباقي الحركة الاحتجاجية شاملة في إيران، لكن المنظمات الدولية ومع شديد الأسف لأنها مرتبطة بالنظم، وهذه النظم كلها الآن متجهة إلى طهران وتتوقع أن تحصل على شيء من طهران، بالتالي تمارس نوع من السكوت والتعتيم. سؤالي الأخير، تقييمكم وتحليلكم لوضع المواطن الإيراني في ظل صمت وأيضا سكوت النظام على تلك المطالب والرد بالاعتقالات؟ طبعا النظام الإيراني ليس لديه حل لكل الأزمات، حتى الأزمات الإقليمية التي خلقها هذا النظام، هو النظرة الأمنية هي الحل الوحيد لديه، القمع والاعتقالات والقمع، وبالتالي الشارع الإيراني سأم الانتظار وسأم السكوت، وبالتالي الآن لا يخيف الموت والمشانق التي موجودة موجودة في جميع أنحاء إيران، وكل يوم ونحن اليوم صباح اليوم شاهدنا إعدام أحد سياسي الشعب الكردي ومعه 5 من رفاقه في سجن أرومية، وبالتالي عملية الإعدامات مستمرة، لكن الشعوب في إيران وصلت إلى مرحلة أنها لن تسكت ولن تسكت حتى الآن لهذه الممارسات. المختص في الشأن الإيراني والمحلل السياسي الأستاذ حامد الكناني، شكرا جزيلا.